هذا من أثبته حتى هذه اللحظة أن هذا الرز عفن وأن الفرق السعر وزارة التجارة عن السعر العالمي موجود. 10 مليون دولار. أولا كونه منو أثبته موجود الآن على ميناء قصر بإمكانهم يعني يتفحصونه، وهاي الصور الآن جايتنا من عنده يعني صور مو قديمة. أي. زين، وهذا حتى صورة الباخرة، حتى صورة الباخرة هذه نجم شوف هسه نجم. أي. هذه صورة الباخرة. شباب بغداد ازدوا لي زوم يا مصورنا، خلي الورقة يا شيخ رحيم خلي الورقة مالت الباخرة إذا بيها رقم الباخرة حتى الشباب ياخذون زوم. شباب ما اعتقد يبين يعني ما اعتقد يبين. احنا ايضا انضم صوتنا بامكانهم الان انضم صوتنا الى صوت الشيخ رحيم، والباخرة الان موجودة ومحملة بالرز العفن، فالان ممكن قبل ان لا يتم يعني تلاعب وتدخل الفاسدين الحجز على هذه الباخرة. وهذه ايضا انا قلت موسم الخريف قد حل على الفاسدين. نعم شيخنا ان شاء الله. استاذ نجم حقيقة من خلال قناتك ولهذه فرصة جيدة اليوم احنا لازم ان نقدم شكر الى وزارة البيئة والى ابطال وزارة البيئة حقيقة والى مديرها العام المسؤول عن مركز الوقاية من الإشعاع. حقيقة هذا الرجل مع كوادر الوزارة تحدوا كل الضغوطات من الفاسدين، تحدوها بشرف وشجاعة. ومن قال لك إنهم ينتظرون الفحوصات، فأنا أعلنها من خلال قناتكم إن الفحوصات الجديدة قد أثبتت إن مادة سماد الداب مسرطنة ولا يمكن تداولها. لذلك سوف تعلن وزارة البيئة عن إيقاف توزيع هذه المادة ومحاولة إتلافها أو إرجاعها من حيث أتت. أستاذ نجم، نعم، القضية الأخطار المترتبة على سماد الداب، نعم، ليس فقط إنه هذا سماد الداب هو مسرطن، ها، هنالك قضايا مهمة جدا أستاذ نجم، إنه المخازن التي تم إرسال سماد الداب، وهاي المخازن على كل المحافظات أستاذ نجم وزعوا بها هذا السماد، هذا معناته أن المخازن تلوثت، والمصيبة الكبرى أن هاي المخازن توضع بها مواد غذائية للعراقيين وبالنتيجة هم راح تتلوث وتتوزع. فلذلك إحنا نناشد المعنيين بتطهير هذه المخازن حتى لا تتلوث المواد الغذائية. أستاذ نجم، الناقلات الأهلية والحكومية التي نقلت هذا السماد المستورد أيضا مصابة الآن هي بالإشعاع، وما زالت تنقل المواد الغذائية للوكلاء وللمخازن، وهذا أيضا يؤثر على أبناء الشعب العراقي. والمصيبة الكبرى اللي نتمنى من المسؤولين أن يذهبوا إلى العاملين الذين فرغوا السماد وقاموا بتعبئة السماد في الأكياس وخياط الأكياس، أن هؤلاء ذاهبين إلى السرطان لا محال في السنوات القادمة. فأتمنى أن يغرمون وزارة الصناعة والزراعة ويعطوا تعويضات إلى أبناء هؤلاء، في أقل تقدير نضمن أبناء هؤلاء الذين سوف يتم يعني السرطان سوف يأتيهم بعد سنة أو سنتين لا سامح الله. طيب. فحجم الكارثة كبير أستاذ نجم، يرتقي إلى جريمة القتل الجماعية. تلوث عندنا البيئة، ويتلوث عندنا الهواء، ويتلوث عندنا الماء، ويتلوث عندنا الحيوان، ويتلوث عندنا الإنسان، كل هذه وهم بكل جرأة ووقاحة يحاولون أن يغطوا على هذه الجريمة بلا دليل وبلا شاهد، ويدعون أن لدينا معمل لصناعة سماد الداب. قبل ما نروح له، قبل ما نروح لقضية المعمل شيخنا، بس اسمح لي أستاذ نجم. نعم، بس اسمح لي هاي أستاذ نجم. أي. السبب الرئيسي في كل الآثار البيئية اللي راح تحصل بالعراق يتحمل مسؤوليتها وزير الزراعة ومدير العام للشركة العامة للتجهيزات الزراعية ووزير الصناعة طبعا السابقين والمدير العام للأسمدة الجنوبية، هذولي أربعتهم يتحملون المسؤولية كاملة. لذلك نطالب من خلال قناتكم بمنع سفر وزير الصناعة السابق ووزير الزراعة السابق والمديرين العامين، مدير شركة التجهيزات ومدير الأسمدة الجنوبية، لأن هؤلاء هم الذين اطلعوا على كل التفاصيل
وأخفوا كل الحقائق.